تمكنت السلطات الولائية بالبويرة في الآونة الأخيرة من إزاحة العديد من العقبات التي كانت تحول دون انطلاق الكثير من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية وادي البردي، حيث منحت عدة تراخيص وتسهيلات لأصحاب مصانع من أجل الشروع في الاستغلال بداية من شهر المقبل. من نهضر على الفئة الأولى، رتبنا حسينا وحددنا شحال كاين مستثمرين فعلا في الميدان راهم قاعدين يجسدوا في مشاريع، وصلنا إلى عدد 14. انطلقنا أيضا من فكرة تالية، فكرة بسيطة جدا، قال عوض نبقاو نخليو حتى يجينا المشكل تاع 700 مليار دينار، ومن بعد نحصلوا التهيئة تنتهي وهما يمشيوا وربما ينتهي ومن بعد نحبسوا. قال علاه ما نبادروش بحل وسط حل بديل خارج الإطار تاع 700 ملايير دينار اللي هو المنطقة كاملة. قال مادام عندنا 14 علاش ما نلقاوش حل لهذا 14 حل بديل؟ لقينا هذا الحل في وضحته للزملاء تاعكم جماعة الصحافة. حل بديل وش هي؟ بادرنا بتركيبة مالية بمشاركة المستثمرين، عرضنا عليهم الفكرة، قال انتم راكم في 14، احنا عندنا إمكانية ربما بعد ما مولي صالحهم طلعت لهم كل واحد تقريبا 200 تشحال طلع 240 مليون سنتيم، ماشي حاجة كبيرة، نكونوا احنا في الموعد وهما في الموعد. لهذا اليوم زدت وليت نشوفهم كل واحد وين عندنا، ولهنا بصح كاين همزة وصل بيناتنا وش هي؟ ما عدا مصالح الدولة اللي راهي ممثلة لهنا، كاين مؤسسة اللي مكلفة بإنجاز، وكاين مؤسسة مكلفة بمتابعة واللي هي مؤسسة كوسيدار. هذه التسهيلات أثلجت صدور هؤلاء المستثمرين الذين هم على استعداد للشروع في الإنتاج. Bon, dans l'état actuel des choses, la destination, l'exportation déjà, elle est destinée par rapport au Maghreb. Maintenant, on va aller à la région subsaharienne. Le pourcentage, c'est 30-70. Parce que le marché algérien, il est demandeur. Donc, il faut satisfaire, suivant les gammes. Il y a certaines nomenclatures de gammes qui sont très demandées ailleurs. On va aller vers ces niches-là. On commence avec 30-70. Inch'Allah, si on est avec une extension grande, on travaille avec 3x8, on va faire 50-50, il y a quand le marché est porteur. On a déjà, on vise la certification dans les normes ISO, ou 14 000 à l'environnement, ce qui est un ticket d'entrée sur les marchés internationaux. Donc, dans l'optique, on va bénéficier de ce qu'on appelle l'expertise à la maison mère. إضافة للتسهيلات الإدارية، تشهد المنطقة الصناعية عملية تهيئة لمختلف الشبكات الداخلية للمنطقة، وتبقى السلطات الولائية عازمة على متابعة ومرافقة باقي المستثمرين من أجل دفع عجلة الاقتصاد المحلي بالولاية.